إلى أزمة أوكرانيا وتصريحات لافتة جديدة من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، فقد شدد ديمتري ميدفيديف على أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي في غضون أيام في حال توقف الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة فورا. كما اعتبر ميدفيديف أن أي حرب يمكن أن تنتهي سريعا إما باتفاقية سلام أو عبر ضربة نووية. جيشنا جيش حديث وبطولي، على الرغم من حقيقة أنه يعاني مشاكل معينة. هذا أولا. ثانيا، لو أن الولايات المتحدة وحلفائها أوقفوا إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فإن العملية الخاصة كانت ستنتهي خلال بضعة أشهر فحسب. ثالثا وأخيرا، أي حرب يمكن أن تنتهي سريعا جدا عبر توقيع اتفاق سلام أو من خلال ما قام به الأمريكيون عام 45 عندما استخدموا سلاحهم النووي ودمروا بواسطته هيروشيما وناكازاكي، وهم بالفعل حينها أوقفوا الحملة العسكرية، غير أن ثمن ذلك كان حياة نحو 300 ألف مدني. ميدانياً قتل شخص على الأقل وأصيب 41 آخرون في قصف أوكراني استهدف مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا. وقال رئيس بلدية المدينة إن القصف تسبب أيضاً بتضرر نحو 40 مبنىً سكنياً ومدارس ومنشآت طبية. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني تدمير تشكيل عسكري روسي في ماكيفكا في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي الذي تسيطر عليه موسكو. في المقابل، تصدت القوات الروسية لهجمات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك، فيما تكبدت القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات. وأضافت المصادر الروسية بأن طائرات الجيش هاجمت مواقع تجمع قوات أوكرانية في مناطق بدونيتسك. وفي زابوريجيا دمرت القوات الروسية عددا من المدرعات والمدافع الثقيلة ومحطات التشويش الإلكتروني التابعة للقوات الأوكرانية. على صعيد آخر، قال حاكما كورسك وبلغرود في روسيا إن المنطقتين تعرضتا لنيران من أوكرانيا عبر الحدود. وأعلن حاكم بلغرود وقوع هجوم على بلدة فالويكي، وذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت 12 صاروخ غراد، مضيفا أن الهجمات أصابت 8 منازل. وقال حاكم منطقة كورسك الواقعة إلى الشمال من بلغرود إن مدرسة ومنزلا تضررا عندما تعرضت قرية تيوتكينو للنيران الأوكرانية. إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط مخطط لتنفيذ هجوم على منشأة للطاقة وشعبة للتجنيد في مدينة يوجني سخالين. وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه اعتقل أحد الذين كانوا يخططون لتنفيذ الهجوم، مبينا أنه من القوميين الأوكرانيين. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي، ومن موسكو أريج محمد. مرحبا بكم. أبدأ معك أريج، والتصريحات اللافتة لميدفيديف أنه حينما يقول أنه أي حرب تنتهي إما باتفاق سلام أو بضربة نووية، كيف يفسر هذا التصريح داخل روسيا؟ نعم سامي، بداية نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف في إطار طبعا إجابته على سؤال صحفي ذي صلة بالتصريحات التي أدلى بها وكان متعلقا بمستوى الذي المستويات التي تبديها القوات الروسية في الجبهات في أوكرانيا، طبعا كان قد أشاد بهذه المستويات رغم إشارته لوجود مشكلات تعترض القوات الروسية والجيش الروسي كما غيره من الجيوش في العالم، وكان حريصا أيضا بالقول بأنه أو بالإشارة واللفت إلى الدور الذي تقوم بها الدول الغربية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع وفي هذه الحرب المستمرة في أوكرانيا، في إشارة إلى أن الإمدادات العسكرية النوعية والمتطورة التي تتدفق على السلطات الأوكرانية والتي تحارب بها القوات الأوكرانية نظيرتها الروسية، في حال إذا ما انقطعت هذه الإمدادات فستكون هناك ربما يعني العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا قد حققت أغلب أهدافها في نزع السلاح الأوكراني، لكن هذا السلاح الغربي هو ما يحول دون الوصول القريب إلى هذه الغاية الروسية،
وقال أنه في حال إذا ما انقطعت هذه الإمدادات العسكرية الغربية عن الجانب الأوكراني كان بالإمكان وقف هذه العمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا في غضون عدة أيام فحسب. هذه أول نقطة يجب التوقف عندها. وطبعا كان هناك إشارة أيضا سامي إلى موضوع الخروج من هذه الحرب أو إنهاء هذه الحرب عبر تسوية عبر معاهدة سلام كما حدث مع الكثير من الحروب الماضية الكثير من الحروب ذات الطابع العالمي بطبيعة الحال. لكن الخيار الآخر في حال إذا ما أقدمت الدول أو المعسكر الغربي كما يصف مدفيديف وغيره من المسؤولين الروس على إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا وعلى إلحاق الأذية بمصالحها وأمنها القومي، فروسيا باعتبارها قوة نووية كبرى كما تضع نفسها في هذه الخانة يمكنها وللوقوف عند هذه السيادة والمصالح اللجوء إلى الخيار النووي، خصوصا أنها لن تكون الأولى في هذا الخيار. كانت الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معلوم سباقة إلى هذا الخيار. نعم، هذه الصورة لديك أريج. وعامر، يعني نظرا لهذه التصريحات، يعني إلى أي حد يربط المراقبون السلطات الأوكرانية تصريحات ميدفيديف إمكانية استخدام الضربة العسكرية النووية بما يحدث الآن في زابوريجيا؟ نعم سامي، إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه التصريحات فجانب الأوكراني إلى حد هذه اللحظة لم يعلق عليها، وعلى ما يبدو بأنه لم يعلق، خاصة وأنه بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات نائب مجلس الأمن القومي الروسي على أنها تصريحات مكررة، وهو قد أطلق مثل هذه التصريحات قبل وقت سابق وهدد باستخدام النووي على الأراضي الأوكرانية على حسب ما يقول الجانب الأوكراني، ولم يفعل شيئا إلى حد هذه اللحظة. ولكن كنا ننتظر تصريحات لمثل ميخائيلو بولودياك ليرد على هذه التصريحات، لكن إلى حد هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من الجانب الأوكراني، وعلى ما يبدو أن الجانب الأوكراني في هذه الأثناء مبدي اهتماما كبيرا فيما سوف يحدث في محطة الطاقة النووية زابوريجيا. قبل قليل الإدارة المحلية والعسكرية أو رئيس الإدارة المحلية والعسكرية في مدينة زابوريجيا قال بأنه في حال حدوث شيء أو كارثة في هذه المنطقة يجب إبعاد السكان على ما يقارب من 500 كيلو متر بمساحة قطرها 500 كيلو متر. وأيضا قال بأن 4 مناطق في أوكرانيا سوف تتضرر في حال حدوث مثل هذه الكارثة، ويصعب لحد هذه اللحظة التنبؤ بما سوف يحدث، خاصة وأن الجانب الأوكراني يقول بأن الجانب الروسي سوف يقوم باستفزازات في هذه المنطقة. عامر العروقي مراسلنا من كييف، ومراسلتنا أريج محمد من موسكو، شكرا لكما.